مباراة عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة قدمها المنتخب المصري لكرة اليد أمام مقدونيا الشمالية وانتهت بفوز كاسح بنتيجة 38-19 علشان يتأهل رسميا للدور الرئيسي في البطولة اللي بتحتضنها الأراضي المصرية. من اللحظات الأولى من عمر المباراة أظهر أصحاب الأرض نواياهم ونجح المنتخب المصري في التفوق بفارق كبير في الدقائق الأولى قبل ما ينهي الشوط الأول اللي كان من طرف واحد بنتيجة 20-4. الشوط الأول شهد تألق ملفت لنجوم المنتخب المخضرمين أبرزهم الحارس كريم هنداوي بجانب محمد ممدوح هاشم، محمد سند، علي زين ويحيى الدرع وكل نجوم المنتخب، قبل ما يقرر باروندو المدير الفني للمنتخب المصري إراحة نجوم الشوط الأول ومنح الفرصة لمجموعة من نجوم الشباب في الشوط الثاني. الشباب ما خيبوش ظن مدربهم وتألقوا بشكل مبهر، وكان أبرزهم حسن قداح اللي فاز بجائزة لاعب المباراة ودودو اللي قدم مستويات مميزة جدا علشان تنتهي المباراة بفوز كاسح. وجه رسالة لكل عمالقة العالم إن المنتخب المصري جاهز جدا لتقديم مشوار كبير على أرضه وتحقيق إنجاز جديد لكرة اليد المصرية. بوجود حسن يسري نجم المنتخب المصري السابق لكرة اليد وواحد من أساطير نادي الزمالك في اللعبة، أوضة اللبس هيلقي نظرة خاصة على المباراة التانية في مشوار المنتخب المصري وعلى البطولة بشكل عام. في ظل تنظيم رائع أصبح حديث العالم كله وواصل تقديم الصورة المصرية المشرفة في تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى. منتخب الهاندبول بصراحة حاجة مشرفة، والبطولة وتنظيم البطولة بشكل عام مشرف. مصر لما بتبقى عايز تعمل حاجة كويسة بتعملها على كل المستويات، التنظيم، التأمين، مستوى الملاعب، الإخراج التلفزيوني، كل حاجة، كل حاجة مشرفة. لكن برضو الأهم من كده هو الأداء الفني لمنتخبنا. زي ما انتوا عارفين البطولة دايما نجاحها ان الفريق اللي بيهوست او البلد اللي بتستضيف البطوله ان منتخبها يكمل لبعيد، والشكل اللي احنا شايفينه الماتشين اللي فاتوا بيدينا بوادر امل ان احنا نقدر ان احنا نكمل لبعيد. سالنا كل الخبراء بتوع الهاند بول، في ناس قالوا ان احنا اخرنا دور الثمانيه، في ناس قالوا ان احنا ممكن ان احنا نوصل للسيمي فاينل، لكن انا شايف كلام اللعيبه نفسهم ان هم حاسين ان هم يقدروا هم يوصلوا للمربع. وزي ما حضراتكم عارفين البدايات دايما مهمه في اي لعبه، بقى لما بتبدا كويس ده بيبني لك ثقه للعيبتك، بيدي ثقه للمدرب، بيدي ثقه للميديا والجماهير في الفريق بشكل عام، وبتستريح لما بتبدا بشكل كويس، وهو ده اللي احنا الحمد لله عملناه في المباراتين الاخرانيتين، ومستنيين ان شاء الله ماتش السويد اللي جاي. بيسعدني ان انا اكون ضيفي النهارده واحد من اساطير اللعبه، واحد من الناس اللي حببونا في الهاند بول، وراجل عنده تاريخ كبير جدا مع منتخب مصر ومع نادي الزمالك، الكابتن الكبير الكابتن حسن يسري. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن ميدو. مشرفني والله. والله الشرف ليا ان انا متابع. حبيبي يا كابتن. حبيبي. يعني الكلام اللي انا بقوله صح؟ البدايه مهمه صح؟ طبعا. البدايه بتدي انطباع. انطباع لكل الفرق اللي معاك في البطوله. البدايه بتدي شكل، البدايه بتقول للناس انت موجود، رتمك، لعبك، كل ده بيسمع في البطوله. كل ده بيسمع في البطوله. يعني ممكن بتدي رساله لكل الفرق المنافسه ان انت، انا مش يعني احنا طبعا زي ما حضرتك قلت احنا المنظمين، احنا اللي عاملين كاس العالم، مش جايين، مصر عموما هي مدرسه في كره اليد، فاحنا مش جايين تمثيل مشرف او مش جايين عشان البطوله عندنا، لا احنا جايين بنلعب على هدف ابعد زي ما حضرتك قلت، جايين حاطين عينينا على منصه التتويج ان شاء الله، لان انا شايف ان مصر بقى لها 30 سنه في الحته دي، 30 سنه في الحته دي، الحته بتاعت احنا كنا بنلعب العظماء السبع، احنا من احسن فرق موجوده في العالم، سادس، رابع، فاضل لنا بقى الحته بتاعت الميداليه ان شاء الله الجيل ده يقدر يوصل لها. يعني طبعا ده ترتيب المجموعه بعد المباريات النهارده. السويد طبعا كسبت تشيلي 41-26، ويمكن السويد بتتصدر المجموعه بفارق الاهداف صح؟ بلس 27. مصر طبعا عندها اربع نقط ببلس 25، وتشيلي ومقدونيا الشماليه بعيد، يعني مستوى مختلف. هل والاثنين طبعا اتاهلوا رسميا فرقتين السويد ومصر للدور الثاني، وده كان المتوقع. كابتن
كويس ان احنا يبقى عندنا تدرج في المباريات. طبعا شايف موضوع الكوره، انت لما بتبدا بفرق اقل في المستوى بتبتدي تطلع. فاحنا ابتدينا بتشيلي وابتدينا النهارده الحمد لله ربنا وفقنا في مقدونيا، وهو الماتش معروف بتاع المجموعه دي. بس انا حاسس ان تشيلي اكبر من مقدونيا، مش عارف ليه. والله بص يا كابتن ميدو، هي طبعا مقدونيا ظروفها اللي حصل يعني تقريبا الاعداد ما كانش كويس، زائد ان انا شايفها فرقه زي ما بيقولوا كده فرقه عجوزه، فرقه الهاندبول دلوقتي متجه كله لسرعه. والنهارده حركتهم شفنا فرقه مقدونيا بتلعب بريتم كده، بس هم كانوا جاهزين. كان يعني كان معايا كابتن حماده الروبي وكابتن حسين وكانوا معايا، كانوا بيقولوا ان هم اللعيبه بتاعتهم كانت لسه مشاركه في بطوله اوروبا، بيحضروا في اوروبا التصفيات بتاعت بطوله اوروبا. بس اللي شفناه النهارده ما بيدلش على كده خالص. احنا شفنا النهارده ريتم سريع من منتخب مصر، اداء عالي جدا. الفرقه بتاعت مقدونيا مش مواكبه، فدي فرقه مش متحضره كويس. طبعا دي احصائيات مباراه مصر ومقدونيا الشماليه النهارده اللي قدمنا فيها اداء رائع، طمن الجمهور كله على منتخبنا. النتيجه طبعا 38-19، مصر عملت 50 تسديده ومقدونيا 44. نسبه نجاح التسديدات 76% لمصر 43%، اهداف من على الستة متر 6 لمصر و7 لمقدونيا، اهداف من على السبعة متر 1 و1، اهداف من على التسعة متر 9 لمصر و6 لمقدونيا، و12 هدف من هجمه مرتده لمصر و2 فقط من مقدونيا الشماليه. الاحصائيات دي بتقول لك ايه يا كابتن؟ اللي انا قلت لحضرتك دلوقتي هنبتدي من تحت كده في الفاست بريك اللي هو الهجوم السريع، مصر جابت 12 جون، فاذا مصر كانت بتلعب بسرعه. مصر كانت بتلعب فاست سنتر فاست بريك، زائد ان مقدونيا عملت هجمتين، فدي فرقه ما كانتش بتجري، فاهمني؟ وده طبعا وده دليل طبعا ان الراجل مدرسه الراجل باروندو المدرب بتاعنا الاسباني ان هو بيكمل الهجمه المرتده، ما بيقفش، بيكمل على طول، بيلعب فاست بريك على مره واحده وبيلعب موجه ثانيه وبيلعب فاست سنتر. يعني اشرح للساده المشاهدين يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني احنا النهارده في دخل جول كريم بسرعه بيطلع الكوره لنص الملعب، بيعمل حاجه اسمها سنتره سريعه. عشان فرقه مقدونيا لو بتغير واحد او الاثنين ما يتغيرش، فاللعيب اللي هو بيهاجم بس وما بيغيرش بيبقى فرصه ليك ان انت تهاجم عليه، لان دفاعه بيبقى قليل. بالظبط، تمام. فبتعمل عليه فاست سنتر. هنيجي نتكلم في الهجمات اللي هي الفاست بريك على مره واحده، نتيجه تصويب خاطئ من الفرقه اللي بتهاجم. كريم صد بنجري عن طريق الجناحين وبعد كده الباكين، يعني الجناحين اول ناس بيوصلوا لل 6 متر الثانيه اللي هم الوينج ليفت والوينج رايت، بعديهم الدايره، حتى نلاقي ابراهيم المصري المدافع الرئيسي اللي عندنا بيجري الاول يخلص الهجمه، وقفت بيطلع يغير. وبعد كده بيجري الباكين، باك رايت وباك ليفت، بيستنوا في نص الملعب، ممكن واحد يبقى قبل نص الملعب واحد بعد نص الملعب. واللي بيستلم بقى البلاي ميكر او اللي متخصص ان هو يستلم الكوره، اللي هو بيبقى عنده بقى، اللعيب اللي بيستلم ده بيبقى عنده رؤيه كويسه، بيبقى عنده هاندلنج كويس، بيبقى عنده انتشار في بدايه الهجمه كويس. فده لعيب لازم يبقى مميز، اللي هو بيستلم اول كره من الحارس. لان هو لازم تبقى عينيه كويسه، عينيه كويسه ممكن يطلعها على مره واحده. لازم يبقى الهاندلنج الباص عنده كويس جدا، دقه الباص كويسه عشان يعرف. وساعات الحارس هو اللي بيعمل الشغل، وساعات الحارس بقى لما بيبقى واحد هو والجون بتطلع على مره واحده. على مره واحده. انا ملاحظ برضو ان احنا المدرسه الاسبانيه يعني، وكنا بنتكلم مع بعض، ان هو الراجل دايما بيحاول يخلي الفريق منافس ما يبقاش عنده اريحيه وهو بيصوب. طبعا ان هو بيقفل حتت معينه، ان هو ما بيخلوش ده. وبصراحه احنا عندنا جول كيبر كبير قوي يعني، كريم هنداوي النهارده عمل ماتش كبير هو جدا. هو كريم ده الفرق بقى بين ماتش تشيلي وماتش مقدونيا النهارده. يعني صد النهارده اتسددت عليه 14 تسديده، صد 8. صد 8 اكتر نسبته معديه يعني داخل في 60%. وعلى فكره دي نسبه في الحراسه مش طبيعيه، نسبه كبيره جدا. وحش يعني. طبعا. حتى وطيار برضو جامد. وطيار لا احنا مش هنبخس حق حد، لكن اللي انا عايز اقوله سواء نجاح كريم او نجاح الطيار ده رقم واحد في الستة اللي قدام المدافعين. طريقة اللعب اللي بنلعب بيها. الستة المدافعين. طيار صد 6 من 20. بس الطيار بيجي بقى يعني انا مثلا 7 من 20 اتكلمت عليه في ماتش تشيلي شويه، ان الطيار جون كويس وحارس كويس جدا، بس طريقة اللعب بتاعت المنتخب بتاعنا كانت تختلف مع كريم عن الطيار. مع الطيار كانت كلها مواجهات مباشره، يعني فرقه تشيلي عملت علينا فاست بريك كتير زي انفراد في كره القدم، بيبقى صعب على الجون وسهل على المهاجم. فالطيار خد جزء كبير في ماتش تشيلي فاست بريك فاست سنتر، مواجهات مباشره. المواجهات المباشره دي بيبقى نسبه الحارس او صعبه قوي، يعني انت بيخش له جوه بالظبط كده، يعني لكن لازم تبقى ضايع بقى عشان تضيع. لكن كريم بتخش الطين لغايه جوه تعديه كمان. كريم بقى في الشوط الاولاني اللي لعبه كان التصويب شويه من بعيد، من على السته من على التسعه، لكن النهارده انا عايز اقوله يعني طبعا كريم قدم اداء رائع، والطيار والمجموعه اللي كانت بتدافع قدامهم كانوا بيوصلوا المهاجم انه بيشوط، عارف انت اللي هو خلاص بقى. يعني انا بقول مثلا كابتن ميدو هترفع ايدك، فلما ترفع ايدك الزاويه دي اتقفلت، الجون على طول عامل حسابه ايه الزاويه الثانيه، فقاعد في الزاويه ومستنيها وبيلاقي الكره في ايده. ده نجاح للمدافع ونجاح للحارس طبعا، لانه لازم يوصل في توقيت مظبوط. انت عارف ان احنا عندنا في الكوره كده برضو
بس بقى في المستويات العاليه قوي يعني. دخلت قريت عن مثلا كان في وقت من الاوقات كان اليوفنتوس كان افضل دفاع في العالم مع بوفون طبعا. فبوفون كان بيتكلم في انترفيو بيقول ان احنا بنتدرب بطريقه معينه ان المهاجم وهو بيشوط ان انا بطلب من المدافعين بتوعي ان هو يعمل له بلوك الزاويه واحده بالظبط وانا اخد الثانيه وانا اخد الزاويه الثانيه. بس ده طبعا محتاج ايه يعني محتاج لعيبه عندها خبرات كبيره جدا محتاج تمرين. مدافعين نفس الفكره طبعا. وتمرين ولا وتواصل طبعا لازم يبقى في تواصل والناس بتشتغل تمام. مع بعض وثبات الناس اللي موجوده دي شغالين بنفس الشكل. عايز ارجع للاحصائيات مره ثانيه يا شباب لو بعد اذنكم لو الاحصائيات موجوده عشان برضو انا برضو لاحظت ان قداح حسن قداح واحد من اللعيبه اللي يعني المميزين جدا طبعا النهارده جاب 6 اهداف من 8 ان هو بيجيب جوان كتيره جدا من على 9 متر ودي يعتبر ميزه كبيره جدا صح؟ طبعا. حسن قداح مواصفاته هو لعيب ال 9 متر بتاعته هي ال 6 متر بتاعت ناس ثانيه تمام؟ ما شاء الله عليه 2 متر وشويه شبه احمد العطار زمان كده شويه بالظبط. هو طبعا شفت اللي بفهم عنه ازاي؟ طبعا طبعا كابتن هو ميزته التصويب بس انت لازم تعمل له شغل عشان يصوب يطلع يشوط من غير احتكاك. يعني حسن قداح الناس الطويله لما بتطلع انت في الهواء اي حد بيزوقك بتبقى اوت اوف بالانس فممكن تنزل بقى لا قدر الله يحصل حاجه. فالطبيعي ان انت بتعمل له شغل ان الراجل ده بيجي ينط يشوط طلع شاط ونزل بدون ضرب وبدون كلام من ده بيطلع دقه تصويب ممتازه جدا. لكن لو ضرب او خبط في الهواء لا بيبقى فيها مشكله يعني. وبرده عجبني قوي دودو النهارده طبعا. دودو لعيب هايل جدا ولعيب كويس جدا وهو بيلعب مع سند في فرنسا وسند جامد برده وسند طبعا. ودودو كان احسن لعيب في كاس عالم ناشئين السنه اللي فاتت. سند جاب 5 من 5 100% سند محمد ممدوح هاشم 8 من 8 100% وحسن قداح 6 من 8. هو سند في حته يعني سند عايش الحياه دي الحياه بتاعت اوروبا دي والهاندبول الاوروبي المستوى العالي بقاله سنين. سند بقاله 5 6 سنين بره مصر وتدرج ما شاء الله عليه. سند فكر تاني فكر احترافي بقى. هو من هليوبلس اصلا يعني. اساسا هليوبلس يعني راح الزمالك وبعد كده لعب معانا في الزمالك وبعد كده سافر بقى. معانا مداخله مهمه كابتن مجد ابو المجد مدرب العام لمنتخب مصر. كابتن مساء الخير بمصر. كابتن مساء الخير. كابتن ميدو مساء الخير يا حسن. الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك ربنا ان شاء الله. يعني الحمد لله النهارده مستوى طمنا كلنا واللعيبه يعني رجاله بجد رجاله وانا حاسس ان هو في تفاهم كبير جدا ما بينهم وما بين المدرب وما بين الجهاز الفني والراجل فعلا قدرتوا ان انتوا توصلوا طريقه اللعب اللي انتوا عايزين تلعبوا بيها واللعيبه بتنفذها بشكل كويس جدا. بص من الاول كان الاتحاد المصري يعني فضل المدرسه الاسبانيه تخش بيها مصر ويمكن من قبل منه كان المدرب ديفيد ديفيز كان موجود برضه لكن الظروف ما سمحتش وسافر واستمرت المدرسه الفرنسيه الاسبانيه معانا. بروندو شغال معانا داخل على 2 سنين اهو. اعتقد يعني انه فعلا زي ما انت ما بتقول بقى في ديناميكيه كويسه جدا في الحركه بين اللعيبه كلها في نظام شغالين جواه. في آلية في الشغل. بقى في شكل فعلا للفريق وفي نظام انت شغال بيه. وانا ملاحظ ان في تفاهم ما بين اللعيبه يا كابتن. النهارده الشوط الاولاني بالذات على طول علي زين على طول بيخش لجوه واحمد الاحمر بيتحرك في ظهر الناس. في تفاهم كبير جدا ما بين اللعيبه. هو ده النظام اللي محطوط بقاله فتره وهو ده اللي بقول لك عليه اللي بقى الحركه بتاعتك او الاداء بقى فيه ديناميكيه عاليه جدا بين اللعيبه وبين الجهاز الفني. يعني الاداء اللي هو عايزه قدر يجهزه فعلا في فتره طويله مع الفريق. كابتن مجدي النهارده اخدتوا قرار بعد ما اطمنتوا على المكسب وعلى المباراه ان انتوا يتم اراحه بعض اللعيبه الكبار في الشوط الثاني. هل ده كان سيناريو مرسوم من قبل الجهاز الفني ان لو حسمنا المباراه مبكرا ان احنا ندي فرصه للعيبه الشباب اللي تالقوا بشكل كبير في بطوله العالم الشباب الاخيره؟ هو اي مدرب في اي لقاء دايما بيبقى عنده طبعا لعيب رقم 1 ولعيب رقم 2 وبيحاول لو المباراه طلعت من اولها كده في اريحيه فبالتالي بيحاول يشارك كل اللعيبه عشان يدي مساحه لكل واحد ويقدر يخف الضغط او الحمل البدني على كل اللعيبه عشان يقدر يلاقيهم في المباراه الجايه.
طب كابتن النهارده انتوا يعني هل كان عندكم متابعه للمجموعه الثانيه اللي هي اللي هناخد منها بتاع بيلاروسيا وكده؟ بص احنا ما بنحبش نبص بعيد يعني. تابعنا النتائج لكن بنحاول يعني نظرتنا دايما للاقرب. احنا عندنا مباراه مهمه جدا، وعايز اقول لك ان مباراه السويد هي بدايه البطوله الحقيقيه لينا. لعبنا مع تشيلي في الافتتاح والنهارده كانت مقدونيا، لكن البطوله بالنسبه لنا هي من مباراه السويد، فمش هنقدر نبص لنقطه تانية قبل النقطه الاولى زي ما بيقولوا ستيب باي ستيب. صح. فكل تركيزنا على المباراه ديت ان شاء الله، وربنا يوفقنا باذن الله فيها، لان هي دي فعلا مفتاح الدور الاربعه باذن الله. هل دخول مقدونيا الشماليه مكان التشيكا كابتن كان اريح لكم، ولا اربككم في التحضير في التغيير ده اربككم بعض الشيء، ولا هو التحضير هو هو؟ لا بص اقول لك كابتن، الوضع من قبل البطوله كان فيه ارتباك، البطوله هتتلعب مش هتتلعب، هتتاجل، ظروف كورونا زي ما انت عارف، الناس كانت عايشه في عدم استقرار يمكن لغايه ما دخلنا المعسكر او الفندق الخاص بالبطوله البابل قبل المباراه بيوم بالظبط كده. ابتدينا فعلا نحس ان احنا فعلا البطوله هتتلعب، ولعبنا يمكن الماتش الاولاني بشكل مش مقبول للجهاز الفني، وتدرجنا المشكله اللي قابلتنا من سواء ضغط عصبي او توتر في المباراه الثانيه. وزي ما بقول لك يعني مباراتين بشكل مختلف في الاداء، لكن في النهايه انت كسبتهم، لكن انت عارف انت حجمك فين والفرق الاخرى حجمها فين ومين اللي انت يعني المفتاح معاه. فان شاء الله زي ما قلت كده ان مباراه السويد اللعيبه والجهاز عارفين ان هو ده البدايه الحقيقيه. ماتشين الاولانيين دول كانوا البطوله فعلا، ماتشين الاولانيين دول كانوا تسخين يعني، كانوا تسخين الماتشين الاولانيين دول يعني بالظبط زي ما بتوع الكوره بيقول مباراه تسخين. كابتن هل في تارجت للجهاز يعني؟ هل مثلا بتقولوا ما بينكم وما بين بعض، او بتقولوا للعيبه بتاعتكم ان احنا مثلا لازم نوصل السيمي فاينل، لازم نوصل المربع، ولا انتوا سايبين الدنيا على حسب الماتشات اللي هتيجي وهنعمل ايه؟ بص يا كابتن ايدو، كره اليد ممكن تختلف عن كره القدم، يمكن القدم بيبقى فيها فريق او اثنين مرشحين. كاس عالم لكره اليد مينيمم بتحط ست فرق ما بتخرجش البطوله عنهم. مصر منهم؟ ايه؟ مصر من الفرق دي؟ احنا بنحط نفسنا جواهم، يعني احنا بنحط نفسنا جواهم. المنتخب او الاتحاد بادئ من فتره انه يقدر يخترق الدول الاوروبيه المؤهله لبطوله العالم، ويمكن الشغل ده شغالين من استراتيجيه الاتحاد بقى لها فتره، ونتائج ايجابيه حصلت الفتره اللي فاتت عشان نحقق النتيجه اللي ان شاء الله اللي هتتحقق دي باذن الله الفتره الجايه. احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين طبعا يعني ابعد نقطه لينا ان احنا نوصل للمباراه النهائيه ونكسب كاس عالم كمان ان شاء الله. مفيش حاجه تمنعنا، لكن انت رياضي وعارف هي بتبقى ظروف مباريات، والفرق اللي بتوصل للمربع والدور الثمانيه فرق تقيله جدا جدا، مش هتقدر تكسبها زي ما انت كسبت النهارده. لا هو بيجهز وانت جاهز وعنده امكانيات وعندك امكانيات، وكره واحده بتفرق، فانت بتلعب على النقط الصغيره دي ان اللي تقدر تطلع من المباراه بنتيجه ايجابيه حتى لو جول. لكن هدفنا لا، انت اخر بطوله عالم، انت جوه الثمانيه النهارده، عايز التارجت ليك يوصل لمرحله ثانيه، تدخل مربع، تطلع منصه، خاصة ان احنا يعني بنلعب على ملعبنا يعني. صحيح الجمهور مش موجود وده مؤثر، كنا نتمنى الجمهور موجود، لكن بنلعب في بلدنا والدعم موجود طبعا، يعني شايفين الناس كلها فيه اهتمام كبير جدا من الجمهور ومن الميديا ومن الاعلام ومن المسؤولين في الدولة بالمنتخب. بامانة يعني ما حدش ينكر هذا، لكن في زيادة كمان، انت عندك فعلا جيل زي ما بقول هو جيل الذهب الثاني، لانه بيضم مجموعه كبيره جدا من الاجيال والامكانيات الفنيه والبدنيه بشكل كويس جدا جدا. عندنا اللعيبه المحترفه، وعندنا اللعيبه اللي حققت انجازات، عندنا اللعيبه اللي عندها روح المكسب وروح البطوله، كل حاجه مؤهله. فان شاء الله هيبقى في النتيجه طيبه باذن الله ترضينا وترضيكم. واللي باكد عليه ان احنا عندنا ان شاء الله 10 15 سنه كره يد حقيقيه إن شاء الله تخوض أي تجربة عالمية على مستوى يليق بيها.
ان شاء الله باذن الله. كابتن مجدي طمنا على اللعيبه، الحمد لله كل الناس سلام، مفيش اصابات عندنا ولا حاجه؟ لا الحمد لله الجهاز الطبي عامل شغله يعني فوق الوصف بصراحه، يعني بشكره من خلالكم. ما عندناش غير يمكن احمد الاحمر بس، ويعني هو لعيب من اللعيبه اللي ليها تعامل خاص مع اصاباته، وبنحاول ان احنا نتوافق بينه وبينه مع الجهاز الطبي في الناحيه بتاعته، يعني في صراحه بينا على اساس ان ايه المباريات اللي يقدر يلعبها امتى، والاوقات مهمه بالنسبه له امتى، لان وجوده مهم جدا جدا لينا. طبعا احمد ميسي لعيب لعيب كبير، بس انا عايز افهم من حضرتك يعني ايه لعيب ليه طابع خاص من اصاباته؟ يعني احمد مش من اللعيبه، لعيب زي ما انت بتقول كبير، ما ينفعش يخبى عليك اصابه. يقدر يقول لك انا مثلا اقدر العب 10 دقائق، انا ههاجم بس، انا هدافع بس، انا هلعب الجيم كله. طب هو قال لكم ايه يعني الرساله اللي وصلت من احمد، ان هو قادر ان هو يلعب طول المباراه ولا لسه محتاج وقت؟ لا هو يمكن المباراه الاولانيه فضل ان هو يبقى بعيد عشان بعد كده، وان شاء الله والنهارده قدم مباراه يعني الطبيعي بتاعه. وان شاء الله يكون معانا في اللي جاي. كابتن حسن عايز يسال كابتن مجدي اي حاجه؟ لا والله عايز، لا بلاش 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 يا بس هو اكيد هيكلمك في الاخر، هو اكيد هيكلمك، اكيد هيكلمك، انت ما تعرفوش زيي فبقول لك بلاش. انا هو كده كلامه في الهاند بول احسن مني والله، بس هي انا مجدي اخ وصديق وربنا وفقه، وفعلا اختيار موفق ان هو يبقى مع بروندو، راجل بطل عالم ما شاء الله، ما شاء الله عليه، وبتمنى له التوفيق مع المنتخب. وفعلا يا مجدي وصل رسالتنا للعيبه ولكل اللي عندك، ان احنا فعلا نفسنا منتخب مصر يطلع منصه التتويج، لان زي ما بيقولوا كده انت قلت دلوقتي ده الجيل الذهبي الثاني، وانا بقول ان شاء الله انتوا هتكونوا سبب سعاده المصريين، وتحققوا الحلم اللي احنا كلنا انا وانت اللي لعب قبل كده واللي يلعب بعد كده مستنيه، لان مصر مدرسه في كره اليد ولازم تاخد حقها، وان شاء الله ناخد حقنا على ارضنا بامر الله باذن الله. ان شاء الله دعواتكم معانا. كابتن مجدي بتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله باذن الله بعد كل مباراه نتكلم مع حضرتك ونهنيك على المكسب، وتحياتنا للجهاز الفني وكل اللعيبه، ونقول لهم يعني انتوا شرفتونا، وفعلا فريق منتخب اليد هو مثال مشرف لكل الرياضيين في مصر. اتمنى لك التوفيق يا كابتن، بشكرك على مشاركتك معانا. بشكرك على مشاركتك معانا. شكرا وشكرا على متابعتكم. شكرا شكرا. يعني بنحاول نعمل ان احنا فاهمين في الهاند بول، لكن وجود طبعا كابتن حسن، لكن وجود طبعا كابتن حسن يسري، عايزين نفكر الناس بانجازات الكابتن حسن يسري، واحد من اهم اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر وفي نادي الزمالك. كابتن حسن يسري طبعا من 99 ل 2018 مع نادي الزمالك، وفي ثلاث سنين راحهم اعاره لنادي الجيش القطري. الدوري المصري 6 مرات، كوماندوز الهاندبول بتوع الزمالك اللي يعني مصدر فخر وشرف لكل زملكاوي، كلنا كل الزملكاويه بي 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 بيعشقوا كل الاجيال السابقه اللي موجوده للهاندبول، الابطال الحقيقيين لنادي الزمالك. كاس مصر 8 مرات، السوبر المصري 3 مرات، كاس التميز 3 مرات، دوري ابطال افريقيا 4 مرات، فريق نادي الزمالك هو اعظم فريق في افريقيا في الهاندبول. كاس افريقيا للانديه ابطال الكؤوس 5 مرات، السوبر الافريقي 5 مرات، البطوله العربيه للانديه مره، الدوري القطري مره، كاس قطر مره، كاس امير قطر مره، ودوري ابطال اسيا مره، وطبعا مع منتخب مع برونزيه كاس العالم للانديه مرتين. انجازات الكابتن حسن يسري الدوليه، كاس الامم الافريقيه 2، ذهبية دورة الألعاب الأفريقية 3 مرات، البطولة العربية مرتين، وكأس الأمم الأفريقية للشباب مرة، وبرونزية بطولة العالم للشباب مرة. بتحس بإيه لما بتسترجع الأرقام دي والله يا كابتن ميدو الحمد لله رب العالمين. أنا كنت محظوظ إن أنا لعبت في نادي الزمالك في الفترة دي، لأن نادي الزمالك كان فيه جيل ذهبي. الجيل الذهبي ده أنا كنت الحمد لله واحد منهم، قدرنا نوصل قبل ما اوصل بارقام لحسن يسري، قدرت اوصل بارقام لنادي الزمالك نفسه، ان احنا بقينا فرقه على مستوى افريقيا ما فيش زي فرقه الهاندبول في نادي الزمالك في البطولات، وصلنا لعدد بطولات الحمد لله رب العالمين كويس، قدرنا نفرح جماهير نادي الزمالك، قدرنا نفرح نادينا، قدرنا بعد كده نعمل سي في لنفسينا نبقى فخورين بيه مع العمر ومع السن لاولادنا واحفادنا، فالحمد لله رب العالمين. لكن ده مش تاريخي انا لوحدي، ده تاريخ المجموعه اللي لعبت في نادي الزمالك في الفتره دي. دكتور حسن، هي
شرفتني في اوضه اللبس. شرفني. ومهم جدا ان انت وجود حضرتك معانا، لان احنا عايزين ان احنا يعني حد طبعا كان يكلمنا فنيا في الـ في الـ في الـ في الـ في البطوله، واتمنى ان انت تجي لنا مره تانية. والله يا كابتن ميدو انا تحت امرك، انا سعيد جدا، وان شاء الله البطوله نقدر نعمل فيها حاجه كويسه. لكن عشان بقى المعمعه والفنيات وكلام من ده، ان شاء الله من الدور الثاني هتلاقي بقى ماتشات غير كده ومستوى غير كده تاني، والماتشات اللي بتخلص بقى ايه في اخر صفاره للحكم، لان هي الهاندبول كده، الهاندبول في المستوى العالي ما بتخلصش زي ما كابتن اللي جاي ده اصعب صح؟ اللي جاي طبعا بدايه بطوله العالم بالظبط كده، لان السويد برضو من الدول اللي متصنفه. بنتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا، عندنا امل كبير ان منتخبنا يقدر يؤدي بنفس الشكل ان شاء الله امام الفرقه الكبيره. بشكرك كابتن حسن. شكرا كابتن، سعيد جدا وشرفت بوجودك معانا. اسعد والله انا موجود لحضرتك. حسن يسري على فكره واحد، كابتن حسن يسري واحد من اكثر الرياضيين اللي حصلوا على القاب في تاريخ مصر، اكثر من 50 لقب مع الانديه والمنتخبات، حاجه رمز مشرف لكل الرياضيين في مصر. اشكرك جدا كابتن. نطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل.